بس طب عايزين نعرف بقى منك يوسف، يعني انتوا يعني القصة كده جات لكم ازاي؟ قصة الفيلم ايه وجات منين؟ طيب يوستينا يعني مش أول مرة بتكتب، ومش أول مرة يكون في تعامل ما بيننا يعني مشترك. الفكرة جت لما ابتدينا قلنا عايزين نعمل حاجة عشان مهرجان بورسعيد السينمائي. يوستينا عرضت عليا، قالت لي عايزين نعمل بروجكت صغير لذيذ عن رسالة الرب. حتى ما كانش ليه لسه اسم، يعني لسه ما كناش اقترحنا الاسم. الورق كان لذيذ جدا، كان يعني هو كان الورق بيناقش رسالة الرفض، وكان بيتكلم عن المرأة، خصوصا احنا في المركز القومي للسينما بيدعم كل ما ليه علاقة بالمرأة. فحبيت الموضوع ويعني اكتسبته بصورة شخصية، وحاولت اذاكره انا ويوستينا. عملنا كذا بلان وابتدينا نرسم كذا خطة، هنشتغل على الورق ازاي، طب ايه اللي عايزين نسبوت عليه قوي عشان نقدر نطلع بمعلومة او نطلع باستفادة في الاخر، لحد ما وصلنا للنسخة يعني النهائية. نقدر نقول انه ايه المين مسج بتاعت الفيلم، الرسالة اللي تقدمها ايه؟ بنتكلم عن كل ما له علاقة بالرفض للإنسان، وسبوت قوي للمرأة، لأن إحنا هنا في مصر يعني بنهتم قوي بحتة المرأة، وبنحس إن هي يعني في حاجات بتبقى مرفوضة فيها. بس احنا حاليا نقدر نقول احنا في العصر الذهبي للمرأة، يعني الحقيقة يعني يعني برضو بيبقى في حاجات البنت او الست او عامه واتيفر، يعني بيبقى في رفض شويه في ده الموضوع. من الكالتشر بقى، يعني نقدر نقول ان دي من بالظبط الحضارة نفسها، الكالتشر بالظبط بتاعت البلد بالظبط يعني انها بالظبط عربي او كده.